التظاهرة هذه هي في إطار برنامج شامل للجمعية اللي هو يعتمد على تنمية المهارات الحياتية للأطفال ذوي الصعوبات النفسية والاجتماعية. في نوفمبر خدمنا على العنف المسلط ضد النوع الاجتماعي وقدموا فيها الأولاد برشا نشاطات. خدمنا على تظاهرة أخرى على المخدرات وعلى الإدمان بصفة عامة. كيف زاد على تنمية المهارات الحياتية في الجانب هذا وقدموا شباب هذوما اللي عندهم صعوبات نفسية واجتماعية لوحات تعبير جسماني وأنشطة مسرحية. من بعد جينا أسسنا المكتبة نتاع المدرسة الأدبية بشريفات طب قيمة جدا واستدعيت فنانة تشكيلية عملت لوحة حائطية. من بعد خدمنا تظاهرة أخرى على المراهقة وعلى أزمة التواصل داخل العائلة وهذه التظاهرة اللي نختتموا بها وهي تظاهرة بيئية تواصلت مدة أسبوع كامل. خدمنا فيه حديقة مسيجة حديقة كاملة باش تكون متنفس للأطفال في المدرسة الأدبية بشريفات.